السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد عبده، عامل حاجة جميلة جدا، وهو موقع بتقدر ان انت تسأله في بعض التفاصيل، وطبعا لو سألته عربي هيجاوب عربي، لو سألته انجليزي هيجاوب انجليزي. تقدر ترفع الملفات علمية، هنشوف الفكرة اتعملت اصلا ازاي. الموقع هو تسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، تمام؟ الموقع معمول بالانجليزي، مرفوع كتب بالانجليزي، فعشان كده الإجابات هتكون بالإنجليزي، لكن هو معتمد على الذكاء الاصطناعي، وبحذر محدش يعتمد على أي موقع يغني عن الطبيب. المفروض الطبيب هو اللي بيستعين بالحاجات دي عشان يعرف يشخص الحالة بطريقة أدق. الذكاء الاصطناعي بيعمل حاجة اسمها تشخيص مبكر، يعني الدكتور مثلا بيبدأ يعرف المرض مثلا بعد، يعني بعد مثلا شهرين ثلاثة، لا هو ممكن يعرف في الأيام الأولى. بيبقى فيه قاعدة بيانات معينة عند الذكاء الصناعي من مرضى كتير سابقين، فبيقدر إن هو يشخص بشكل أسرع الحالة قبل ما تظهر، تمام؟ فده الاستعمال الطبيب، محدش يستعمله بنفسه خلاص وهيحصل مشاكل كتير، تمام؟ تقدر تقول ستارت وتبدأ إن أنت تعمل شات معاه. ده دكتور محمد عبده اللي عامل الحاجات دي. تقدر تسأله في حاجات فيقدر ان هو يجاوبك عليه، لكن لا يغني عن الطبيب. كارثة ان انت تعتمد على حاجة زي كده من غير ما يكون فيه طبيب. ليه؟ ممكن يكون فيه أشعة ناقصة، ممكن يكون فيه حاجة مش واضحة، ممكن يكون فيه كذا، فتعتمد عليه فتتفاجأ ان المرض انتشر. طيب دكتور محمد اعتمد في ايه؟ في موقع اسمه رفيق، ده بيساعدك ان انت تعمل موقع ويكون فيه اعتماد على شات GPT، وتقدر ان انت توجه له أسئلة معينة. بترفع الداتا بتاعتك، بترفع الكتب بتاعتك، يعني مثلا ممكن تعمل موقع خاص بالتاريخ وترفع كل كتب التاريخ وتبدأ تتناقش مع كتب التاريخ ساعتها. يعني تقول له مثلا من هو المماليك البحرية، فيبدأ يجاوبك من الكتب اللي انت رفعها. يعني موقع متخصص في الآثار مثلا، أو الآثار المصرية، أو آثار الأسرة الـ18 وهكذا، تمام؟ فاحنا كنا اتكلمنا عن موقع رفيق، هسيب لكم الرابط. الموقع جميل وسهل جدا في الاستخدام، بحيث ان انت يبقى عندك موقع خاص بيك معتمد على الذكاء الاصطناعي، وده هيكون طبعا اسهل بكتير. بدل ما انت بتجاوب مثلا حسب وقتك بعدها بـ3 4 ساعات، لا ممكن تسجل كل الاجابات وهو يبدا يتفاعل مع الناس زي كده مثلا. فتبقى في الموقع بتاعك في حاجه اسمها حد بيرد على الاسئله، تمام؟ انت بترفع الكتب بتاعتك ويبدأ ان هو يستوعبها، ويبدأ ان هو يجاوب على اي سؤال تسأله من خلال الكتب ديت، تمام؟ الموضوع ممتع، تقدر انت تعمل موقع مشابه، وان شاء الله يكون وش السعد عليك ان شاء الله، لانه هيوفر لك وقت. تقدر تلخص كتب، تقدر تلخص ابحاث علمية، تقدر مثلا دي كتب البي بي بي مثلا إدارة المشاريع، وتسأله سؤال طب اتصرف ايه في الموضوع دوت وهكذا.